السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. معانا استخاره بالقران الكريم، معانا مجموعتين، المجموعه رقم واحد والمجموعه رقم اتنين. المجموعه رقم واحد اصحاب الشمعه البيضاء، المجموعه رقم اتنين اصحاب الشمعه الزرقاء. حابين تمشوا بالاستخاره بالحرف تمام، حابين تمشوا باللون اللي يريحكم. دي المجموعه رقم واحد، هي ايه؟ هي حرف الالف والباء والتاء والسا والجيم والحاء والخاء والدال والزال والراء والزين والسين والشين والصاد والضاد. دول اصحاب المجموعه الاولى. هنركن المجموعه الثانيه على جنب بالشمعة بتاعتهم الزرقاء، وهنا هنمشي على الشمعة البيضاء ونقول بسم الله. الصورة اللي هتطلع لكم هي اللي هتنطبق عليكم، هي اللي هتكون استخارتكم الأيام اللي جاية بإذن الله. نقول بسم الله. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. سورة الكهف. سورة الكهف دي بتدل على ايه؟ بتدل على الخير القادم المستعجل ليكم. عايز اقول لكم ان الفترة اللي جاية دي ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب، وهيبقى في تبشرات حلوة، لان انتوا مبشرين بالمؤمنين، مبشرين جدا بالخير الفترة اللي جاية. طال انتظاركم في حاجات كتيرة جدا، وحان الوقت ان انتوا تفعلوا الحاجة اللي انتوا عايزين تفعلوها. شايلين هم كبير جدا في حياتكم وعليكم ندر، وحاول توفي بيه. كمان انتوا عملتوا اعمال صالحة كتير، وناس كتيرة جدا ما تمرش فيها الخير اللي انتوا عملتوه، وعشان كده قررتوا ان انتوا تبعدوا عن الناس اللي بتاكل حق اليتامى او الناس الكذابة وبتنافق. كمان عندكم حاجة انتوا في حياتكم هتكون متحسنة جدا، او في حاجة تتحسن عندكم الفترة دي. البعض منكم عنده تجهيزات، البعض منكم شغال، البعض منكم بيكافح في امور عندكم بتستجدوا فيها، البعض منكم كمان باله مشغول باكتر من حاجة. انتوا عندكم هنا بسم الله ما شاء الله عليكم خير قادم، يعني حصدا تاما لان انتوا عشتوه. بقالكم كام سنة كنتوا تعبانين جدا، بقالكم كام سنة كنتوا شايلين الحزن فوق كتفكم، لكن الفترة اللي جاية دي هيبقى في خير حلو، لان قلبكم هيرجع يكون مبسوط، قلبكم هتبدا الضحكه فيه لان طال انتظاركم. كمان حد اخذ منكم حق او اخذ منكم مال او اخذ منكم حاجه ولحد الان لسه ما سدهاش، وانتوا دخلت كذبه في حياتكم. ممكن تكون دخلت واحده ست، ممكن يكون دخلت كذبه، دخلت حاجه في حياتكم والحاجه دي ندمتوا عليها خالص، اني او ان انتوا عملتوها او ان الشخص ده اصلا دخل حياتكم، بس دلوقتي بتقولوا الحمد لله ربنا كريم علينا وبيحبنا واكيد هيرضينا في حياتنا. كمان انتوا هنا في حاجة رابطين عليها، ممكن يكون في حاجة في ايدكم لابسينها، في حاجة انتوا لابسينها، او في حاجة مربوطة عندكم. الحاجة المربوطة دي لسه ما تفكتش، ممكن تكون اسويرة لابسينها، ساعة لابسينها، سلسلة لابسينها، حاجة لابسينها. الحاجة دي انتوا بتحبوها جدا. كمان الفترة اللي جاية دي هيكون في سفر، لان في اسمة كبيرة جدا مفتوحة من السفر حواليكم او في حياتكم، وهيكون في حاجة حلوة برضو يعني حاجة حلوة هتوصلوا لها بعد ما تتخطوا المشاكل اللي انتوا فيها دي. انتوا ساجدين لربنا ومستنيين ربنا يكرمكم من حيث لا تحتسب. ليكم موعد مع ربنا الفترة اللي جاية، والفترة اللي جاية دي هتكون راحة من بعد التعب اللي انتوا حاليا بتعانوا منه او شايلينه فوق كتفكم. انتوا بتحبوا العلم، بتحبوا تتعلموا، بتحبوا الحاجات الجديدة، بتحبوا التطورات، بتحبوا تفعلوا حاجات مستجدة، ما بتحبوش المشاكل ولا العراقيل، ولا بتحبوا اي حد يضحك عليكم، لان انتوا دايما بتتعاملوا بنية صافية مع اللي انتوا الناس اللي انتوا بتحبوهم. وبالفعل الفترة اللي جاية هيكون في تبشرات حلوة انتوا ناويين عليها. طيب مين اللي عندكم اللي قلبه موجوع وحزين على حد مسجون عنده، او انتوا موجوعين او حزنة على حد عندكم في ضيق، حد عندكم في خنقة، حد عندكم اعصاب
مصاب وتعبانة، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا من أي فتنة بتتوزع عليكم، لأن في ناس مش حبالكم الخير. عندكم حرف الميم وحرف الحاء وحرف الراء، الثلاث حروف دول موجودين في اسم حد أو في ثلاث أشخاص عندكم. الثلاث أشخاص دول كويسين جدا، بس في طرف تاني مؤذيهم أو في حد بيتسلط عليهم. خليهم يخلوا بالهم من نفسهم، ولو انتوا في حروفكم اللي في اسمكم أي حرف من الثلاث حروف دول، يا ريت تخلوا بالكم من كل اللي حواليكم، وما تتأمنوش لأي حد من الناس اللي حواليكم، لأن الناس اللي بتكذب كتير واللي بينافق أكتر، وانتوا من طيبة قلبكم بتتعاملوا بنية صافية، ما بتدوش أبدا الخيانة ولا الغدر ولا ان انتوا بتتعاملوا بأي شكل مختلف. فياريت تخلوا بالكم على قد ما تقدروا، لان الناس زي ما قلت اللي حواليكم مش حبالكم الخير ابدا، وحابة دايما تأذيكم وتلعب عليكم، وانتوا طيبين وما تستهلوش اللي بيحصل فيكم ده، بس اصبروا وخير الايام اللي جاية دي هتكون بشر ليكم انتوا حلوة. في كمان البعض منكم بيحب الفضة، في هدية هتجيلكم او انتوا هتنزلوا تشتروا حاجة هدية، الله اعلم هيبقى في كلام يخص هدايا الفترة اللي جاية. مفيش حاجة اسمها تكسر لحد، مفيش حاجة اسمها اوطي ابص رجل حد، مفيش حاجة علشان ليا حاجة عند حد اتذلله. انتوا المبدأ ده مش عندكم نهائي، دايما راسكم مرفوعة، دايما طاقتكم عالية، عندكم دفعة لقدام، ازدهار ثقة بنفس محدش يقدر عليها. وعشان كده انتوا الايام دي او الفترة دي هي انتوا ماشيين في طريق، الطريق ده اي نعم حاسين ان هو متعب، بس في طاقة ايجابية. اول حاجة انتوا هنا عندكم فرحة باذن الله، الفرحة دي هتكون كبيرة جدا، وهتكون كده دفعة لكم او زي ما تكون ضربة لكم قوية جدا. كمان انتوا هنا في شوية قلق، شوية حيرة، شوية خوف، شوية توتر، لا اما من المستقبل، لا اما على حد، لا اما حد تعبان. خلوا بالكم من الحتة دي. انتوا هنا بسم الله كمان ما شاء الله عليكم في مال انتوا شغالين عليه، او في حاجة معينة انتوا شغالين عليها الله اعلم، طاقة تغيير الله اعلم. فالفترة دي هي فترتكم، في طاقة ايجابية. اي نعم كمان الفترة دي في اهتمام، انتوا بتهتموا بالشريك او الشريك مهتم بيكم، في اهتمام اول فترة دي، في علاقة حب جميلة جدا، في يعني تغيير مسار كده في حياتكم العاطفية عشان في امور حلوة. كمان عندكم احداث جديدة، والاحداث دي هتكون في صلاحكم انتوا، علشان انتوا بقالكم مدة مستنيينها بمعنى اصح، وبتدعوا ربنا انه في طاقة ايجابية. عندكم كلام يخص اطفال، لا اما انتوا بتاخدوا علاج علشان الحمل، لا اما مستنيين طفل جديد، لا اما انتوا في كلام يخص اطفال عندكم الله اعلم، بس في امور تخص الاطفال. في بشرة خير، والبشرة الخير دي هتكون قوية جدا. في كمان البعض منكم هيتقدم له عرض، اذا كان عرض شغل او اذا كان عرض عمل او اذا كان حاجة جديدة في حياتكم، ممكن يكون ترقية، ممكن يكون سفر، الله اعلم. اليومين دول ممكن يكون انتوا عندكم صلح بينكم وبين حد، عندكم رجوع للمنفصلين، بس حاليا العين مأثرة عليهم جدا وبشدة، لدرجة هي اللي عاملة لهم النفور ده ومش عايزين يتكلموا، وحتى التليفون ما بيردوش عليه وعايزين يقعدوا لوحدهم. انتوا خايفين على طفل، خايفين على بنت، خايفين على حد عندكم عايز يعمل عملية، او في حد عندكم شغال 24 ساعة، في 24 ساعة بيشغل نفسه بكل الطاقات علشان خاطر بيجهز نفسه، او في طاقة عندكم معينة. بعض الوسواس عندكم، البعض الوسواس ده عامل لكم قلق وعامل لكم حيرة. كمان انتوا هنا بصمتوا ان انتوا لازم تتخلصوا من الاعداء اللي حواليكم وتصبحوا اشخاص اقوى عن الاول. عندكم مصدر حلو جديد هيدخل ليكم وهينور طريقكم. كمان انتوا هنا في هدية بتتقدم لكم او حد هيقدم لكم هدية. الوضع الصحي عندكم ملازمكم شوية ومخليكم مش مرتاحين نفسيا. كمان انتوا عايزين تتواصلوا مع شخص غايب عنكم بقاله مدة، او الشخص بينكم ما بينه مسافة الله اعلم، عايزين تتكلموا معاه، عايزين تفتحوا معاه مواضيع، عايزين يبقى في حاجة الله اعلم. كمان انتوا هنا لو شغالين على نفسكم قوي، شغالين على حياتكم قوي، فيا تهتموا بصحتكم شوية علشان الصحة عندكم في النازل، المناعة عندكم ضعيفة، عصبية، ضغوط نفسية عاملة لكم عرقين. البعض منكم بيحب الدهب، البعض منكم بيحب الفضة، فعندكم انتوا هنا هدية جديدة من الحاجة اللي انتوا بتحبوها.
مين الشخص اللي هيعرض، يعني هيديكم عرض وانتوا العرض ده هتمسكوا فيه ومش هتضيعوه من ايديكم، اذا كان مشروع او اذا كان حاجة معينة، فهو فيه خير ليكم وفيه طاقة ايجابية. حواليكم اكتر من حد منافق، اكتر من حد بيظلم فيكم وبيخدع فيكم، بس انتوا مقررين ان انتوا تنجحوا. استقرار العاطفي ده في امورك انت شخصيا هيريح قلبكم. كمان حاولوا تهدوا اللعب شوية اذا كان بينكم وبين الشريك، او اذا كان بينكم وبين حد، علشان خاطر انتوا ضاغطين على نفسكم في اكتر من حاجة، رغم ان عندكم حاجة طاقة جديدة او عندكم امور حلوة. ليه الفترة دي انتوا بتعانوا من التوتر والقلق والحيرة، وحاسين ان انتوا تايهين كده ومش عارفين تاخدوا قرار، لدرجة ان عينيكم مش قادرين تفتحوها. دايما عندكم احساس ملازمكم ان الطاقة بتاعتكم خلصت، وان انتوا مش قادرين تستحملوا اي حاجة، رغم ان الفترة دي هتكون في امور حلوة وهيبقى في تقدير لحياتكم بالكامل، كمان هيبقى في طاقة تانية جديدة. الوضع هنا انتوا عامل لكم قلق، عامل لكم خوف، عامل لكم ضغوط كده، بس في انفراجات انتوا ناويين عليها او ناويين على حاجات تشتغلوا عليها. تقلب المزاج عندكم ملازمكم بالضغوط النفسية. الفترة دي كمان عندكم عصبية زايدة، انتوا عصبيين او الفترة دي، او في طاقة ملازماكم بالسلبيات الله اعلم، او مش راضيين عن حاجة عمالة تزعج فيكم، عمالة تقلب حياتكم، وعشان كده القلق واضح جدا على ملامحكم. كل ما تبصوا في المرايه بتحسوا ان انتوا مش انتوا، بتحسوا ان في حاجه غلط حصلت، بتحسوا ان في حاجه ايه ده، احنا مش احنا خالص. الامور عندكم بتتحرك لصالحكم انتوا، بس انتوا شايفينها العكس. عندكم كمان جوه قلبكم حبه كتله من الزعل، كتله من الضيق والخنقه، وبتقولوا يا رب هون علينا المرحله اللي احنا فيها دي. رزقك كبير جدا، رزقك ربك هو اللي قادم عليه، فما تقلقش خالص. اقدر كمان ابشركم بخروج طرف ثالث بيحاول ياذي علاقتكم، بيحاول ان هو يأذيكم، وبيحاول ان هو يعمل لكم العراقيل اللي انتوا فيها في حياتكم. الحاسة القوية عندكم مخلياكم قلبكم دليل، قلبكم دليلكم على كل حاجة. انتوا هنا ما توقعتوش ابدا ان الشخص ده يأذيكم او الشخص ده يعمل لكم اللي انتوا فيه، عشان كده كارهين حاجات كتيرة جدا حواليكم. ومن طيبة قلبكم او من ان انتوا ثقتكم في ربنا عالية، دايما ربنا قادر ان هو يكشف لكم كل الناس اللي في حياتكم. فكمان ان هنا عندكم مكالمة مستنيينها في الطريق، او عندكم حاجة جديدة، والحاجة الجديدة دي هتكون سبب في البهجة اللي انتوا فيها. الفترة دي ممكن تكون فترة صعبة جدا، ان انتوا مش حاسين بالراحة ولا بالاحتواء، ومش لاقيين اللي يطمنكم، وعشان كده انتوا عندكم خبر حلو، بس دايما اكتموا وداروا على اي حاجة في حياتكم، والفرحة دي هتعيد نشاطكم، هتعيد ثقتكم برضو بنفسكم، وهيبقى المعنويات عندكم ارتفاع عالية. حد هيقدركم، وحد هيطبطب عليكم، حد هيتكلم معاكم. انتوا خدتوا قرار ندمتوا عليه، والقرار ده انتوا زعلانين، مازال ما زعلانين عليه او في حياتكم. العصبية عندكم زايدة، العصبية عندكم فيها قلق، فيها توتر، فيها خوف. انتوا مش واثقين في حد خالص من اللي حواليكم، عندكم شوية كسل، شوية خمول، شوية ارهاق، في شوية انفراجات عندكم، في اكتر من مكسب ليكم برضو هيخليكم كده مبسوطين وفرحانين. عندكم هنا خروج من الضغط اللي عليكم، وكمان انتم مقررين تبدأوا صفحة جديدة في حياتكم. ناويين يعني مثلا ممكن يكون عندكم كذا طاقة هتغيروها، في حاجة حصلت عندكم مخلياكم مخنوقين او الحد، ومازال لحد الان هنا كمان في طبطبة عليكم، وفي رجوع لحد، او في حد هيرجع لكم، انت هترجع لحد الله اعلم. في هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، هتقعدوا في مواجهة، والمواجهة دي هتكونوا اصحاب قرارات حاسمة، هتكونوا مميزين جدا في كل كلمة طالعة من لسانكم، وهتكونوا بمعنى اصح اشخاص مختلفة. ليه؟ علشان الطاقات بتاعتكم عالية، الازدهار بالنفسي عندكم بسم الله دفعة لقدام بشكل كبير جدا، طاقة جديدة بشكل كبير جدا، راحة من بعد التعب اللي انتوا بتمروا بيه، الخوف والقلق اللي في حياتكم ده او ملازمكم بمعنى اصح، هيكون في طاقة ايجابية، هيكون في فرج، هيكون في اخبار تانية. انتوا عندكم كذا دفعه لقدام، عندكم كذا طاقه لقدام، او بمعنى اصح الفتره دي هي فتره اندفاعكم عن النفس. لو كنتوا قاعدين في قعده وحد قال عليكم كلام سلبي، انتوا هتكونوا اصحاب قرارات حاسمه، هتكونوا اصحاب قرارات كده بشكل مختلف جدا. ليه؟ علشان الخوف اللي عندكم والقلق والتوتر ده انتوا ناويين تخرجوا منه، ناويين تطلعوا بعيد عنه. طاقتكم مفتوحه، طاقتكم فيها ثقه بالنفس، وفيها تجديد كده، وفيها امور حلوه. ابتسامتكم هتكون مرسومه على وشكم في الفتره اللي جايه. ليه؟ علشان كل الضغوط اللي انتوا فيها دي
مش هتكون لصالحكم خالص، بالعكس الضغوط اللي انتوا فيها دي هيبقى طاقة سلبية ليكم. ليه؟ علشان اللي حواليكم مش حابب لكم الخير، وانتوا علشان روحانياتكم عالية وبتكتشفوا على طول الاشخاص اللي قدامكم، او بمعنى اصح بتكتشفوا كل الاذى اللي واقع عليكم من المقربين لقلبكم، فانتوا مقررين ان انتوا تدوا دفعة لقدام لحياتكم وتشوفوا الدعم اللي انتوا مستنيينه بكل الطرق. الطاقة بتاعتكم بسم الله مفتوحة، اندفاع عن النفس عالي جدا، كلام كتير جدا يخص حاجات انتوا معينة في بالكم، برضو في دعم حلو جدا، كذا حاجة انتوا هتحاولوا تجددوا منها، كذا حاجة هتحاولوا تطلعوا منها، في امور انتوا شغالين عليها الفترة دي. عندكم دايرة ومقفولة عليكم، الدايرة دي مقفولة عليكم وما زالت مقفولة، وعشان كده العقربة اللي موجودة في حياتكم بتحاول تأذي فيكم، بس انتوا علشان روحانياتكم عالية وربنا دايما كشف لكم البيبان اللي مقفولة عندكم في حياتكم، فهيكون عندكم خبر حلو جدا وهيكون في طاقة هتتبشروا بيها بالخير. انتوا هنا بتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي أذانا وكل اللي ظلمنا وكل اللي أخذ مننا حاجة غصب عننا، وعشان كده انتوا قررتوا ترموا ناس زي ما قلت لكم في حياتكم. بس انتوا البعض منكم تعبان بسبب الديون اللي عليه، البعض منكم تعبان بسبب الطاقة المعينة اللي بالكم مشغول بيها، الله أعلم. بالكم مشغول جدا وبتفكروا أكتر الفترة دي. هنا بصوا كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم خروج من علاقة تانية زي ما قلت لكم، وهيبقى في راحة وهيبقى في جبر خاطر ليكم انتوا، واقدر ابشركم بنقل من مكان لمكان او من طاقة معينة هتخرجوا منها. في هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني الفترة دي هتكون هي فترتكم انتوا لإثبات وجودكم في حاجات كتيرة جدا. اغلب الوقت انتوا هنا مستنيين حاجة معينة في بالكم، في مشكلة هتحلوها الفترة دي وهتخرجوا من الطاقة السلبية بإذن الله، وهتاخدوا حقكم تالت ومثالث في حاجات كتيرة جدا. انتوا دايما ظاهرين القوة بتاعتكم، دايما ظاهرين ان انتوا مختلفين، لكن عندكم طاقة معينة أذياكم. عندكم هنا شعور من وقت للتاني، الشعور ده ملازمكم بالأذى، القوة عندكم قوة خارقة. احذروا هنا من واحدة ست، الست دي متابعة كل أموركم وكلها حقد وغل اتجاهكم. بلاش كمان تكونوا متسرعين الفترة دي في أي قرار خطأ. انتوا هنا بصوا الحال واقف عندكم، بس الحال الواقف ده ممكن يكون لصالحكم انتوا في الوقت المعين، علشان انتوا حاسين دايما ان انتوا في طاقة متحكمة فيكم، حاسين دايما بالمرض، حاسين دايما بالأذى. الفترة اللي جاية دي هتكون فترة حلوة جدا ليكم، علشان في مال انتوا مش حاطينه ببالكم، او بمعنى اصح انتوا مش من يعني مش راسمين له حاجه، فهيبقى الفتره المال ده حلو جدا. رغم ان الفتره دي بص انتوا هنا وشكم دبلان بمعنى الطريقه، وفتره حاسين ان هي فتره صعبه، ومن كتر الخذلان اخدتوا اكتر من ضربه فوق كتفكم، وهتبصموا بقى ان انتوا تطلعوا من اللي انتوا فيه ده، وعشان كده انتوا هنا هتسدوا الديون اللي عليكم، ممكن كمان تسافروا. اقدر ابشركم انتوا هنا مستنيين خطوبه، مستنيين حاجة تخص الجواز أو تخص العاطفة. دايما حسن الظن بالله ده بيديكم تفاؤل وخير، وعشان كده جايلكم أخبار حلوة انتوا راسمينها في بالكم. الضيق اللي انتوا فيه ده هيبقى فيه انفراجات حلوة، وفي حاجة حلوة قوي بتترتب لكم هتحصل لكم الفترة اللي جاية هتكونوا انتوا مستنيينها، دي هتخليكم كده ان انتوا تنسوا كل حاجة اتظلمتوا فيها. اليومين اللي جايين دول انتوا هتكونوا طاقة تانية مختلفة، وهيكون عندكم ممكن كمان عودة حد ليكم، وهتشوفوا الحد ده اذا كان فعلا عايز مصلحة هو بيحاول هيرجع لكم علشان بيحبكم ولا هو كذاب. بتحاولوا دايما ان انتوا تسعوا تكتشفوا تطلعوا كل المهارات الجديدة عندكم في شغلكم، دايما بتحبوا تكونوا مميزين جدا في كل حاجة، وعشان كده انا بقول لكم انتوا محتاجين التركيز الزايد عن اللزوم، علشان الفترة دي هي فترتكم انتوا للتواجه بتاعكم، وعشان كده الدفعة بتاعتكم دي هتكون انتوا طاقتكم، وهتطلعوا من اي خيبة الامل او اي ازمة انتوا بتمروا بيها. كمان الاهتمام بالنفس اللي عندكم ده مخليكم ملازمكم في حاجات كتيرة جدا، الاساسيات عندكم واضحة جدا في حسم العلاقة وفي الطاقة الايجابية. كمان انتوا هنا ممتلكين، في حد متملك منكم او انتوا في علاقة سامة او حد انتوا متملكين منه، في عندكم حاجة تخص التملك، وعندكم حد دايما بيراقبكم وبيراقب ادق التفاصيل في حياتكم.
عشان كده انتوا هنا بسم الله ما شاء الله اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، عندكم طاقة تانية خالص، اهتمامكم بالمظهر بتاعكم وشراء حاجتكم الجديدة ده اكتر سبب هو عامل لكم الطاقة اللي انتوا بتمروا بيها دي. ودايما اقول ان انتوا هنا اصحاب تملك بشكل كبير جدا، حالتكم النفسية تبدأ تتحسن بكل الطرق اللي انتوا عايزينها. في هنا حبة امور مأثرة عليكم، حبة أمور عاملة لكم أذى، حبة أمور مخلياكم مخنوقين، مخلياكم دايما في مراقبة عندكم زي ما قلت لكم. فكمان انتوا الفترة دي مستنيين بقدر المستطاع الرسالة اللي حط يعني دايما كل شوية تبصوا في نتيجة، تبصوا في الساعة، تبصوا في حاجة كده عشان بتحسبوا الوقت. في حضور مناسبة حد هيدعيكم فيها، إذا كانت زفاف أو إذا كانت خطوبة أو أنتوا هتحضروا في دعوة، الله أعلم، هيبقى في مناسبة حلوة جدا. وهتحاولوا برضو الفترة اللي جاية علشان هي هتحسوا إن هي فترتكم، هتطلعوا من عدم التوازن في الأمور اللي شاغلة بالكم، وهيبقى في كده طاقة معينة، وعايزاكم تحذروا من شخص بيدبر لكم مقيدة، والحد ده مش هي يعني مش هيعمل لكم حاجة، بس بلاش تبوحوا قدامه بأسرار أو بكلام، هو ربنا اللي هينجيكم منه في الوقت المناسب. ليه؟ علشان انتوا فعلا قلبكم طيب جدا، والطاقة اللي عندكم دايما بتخليكم تقعوا في مشاكل انتوا في استغناء عنها، او بتخليكم دايما ان انتوا يعني تتعبوا وتتأذوا وانتوا ما لكمش اي علاقة او اي اذى في اي حاجة من الاشخاص اللي في حياتكم دول، هم اصلا يعني موجودين علشان يأذوا الناس، موجودين ان هم يودوكم طاقة سلبية. في حد غدركم او حد اذاكم وبتقولوا مستحيل ان احنا نسامحه حتى لو الجنة واقفة علينا، يعني لو هيدخل الجنة واحنا السبب احنا مستحيل ندخله الجنة. ليه؟ علشان شخص خانكم او غدر بيكم. انتوا ممكن تسامحوا في اي حاجة، بس في الغدر والخيانة مستحيل حتى تفكروا في السماح، دي حاجة كده انتوا واخدين عنها فكرة بعيدة عنكم خالص. عندكم اندهاش، او هتكونوا مندهشين جدا الفترة اللي جاية. انتوا دلوقتي بتتعاملوا بالمثل، اللي يعاملكم ببرود بتتعاملوا معاه ببرود، اللي يعاملكم بحب بتتعاملوا معاه بحب. شوفوا انتوا يعني كله دلوقتي المعاملة بقيت بالمثل، مفيش حد ماشيين بقاعدة انه مفيش حد احسن من حد، ولا انت احسن مني ولا انا احسن منك، زي ما هتعاملني هعاملك، زي ما هتتكلم معايا هتكلم معاك. انتوا اليومين دول حرفيا ماشيين بالمصدر ده، ماشيين بالطاقة دي. ليه؟ قلتوا احنا اللي فينا مكفينا، ما عدناش ناقصين ولا غو ولا ظلم ولا حقد من حد، انا مستحيل خالص اسامح حد ظلمني. تخيلاتكم غريبه جدا، ممكن تكونوا قاعدين في امان الله بترسموا مشاريع وخطط وبتوصلوا للعالم التاني وترجعوا وفي ثانيه تكون الدنيا تمام معاكم. برضو البعض منكم ممكن يكون حاسس بالملل، حاسس ان هو مالل، حاسس ان هو عايز يعمل حاجه جديده، عايز يعني يعمل كذا اي حاجه جديده. بالفعل انتوا عندكم تجديد، حاولوا تجددوا علشان الروتين اللي انتوا فيه ده بيتعبكم انتوا نفسيا، بتخليكم حاسين ان كل البيبان مقفوله في وشكم حتى لو هي مفتوحه. ليه؟ علشان انتوا مش شايفين اي حاجه، او مش حاسين ان في حاجه بقى ليها طعم في حياتكم او في بقكم. عندكم هنا كمان انتوا هتحرجوا حد الفترة اللي جاية بسبب ان هو هيتدخل في خصوصياتكم، او بسبب ان هو هتحس ان انت هتقولوا له انت بتتدخل في خصوصياتنا ليه؟ لا انت ما تتدخلش، لا انت ما تتكلمش، لا انت ما تعملش. هتحرجوه جدا، وهتكونوا انتوا فعلا صحاب حق. وزي ما قلت لكم وقف الحال اللي عندكم ده طبعا بسبب ان انتوا معرضين دايما للحسد الشديد، معرضين دايما ان العيون تكون عليكم، فلازم تحصنوا نفسكم اول باول، لازم امر طبيعي، ما تعملوش حاجه في يومكم غير ان انتوا تحصين النفس. تحصين النفس ده يخليكم تطلعوا من اي حاجه، انتوا دايما بتكونوا يعني ضحايا لناس موجوده في حياتكم، وانتوا مظلومين، يعني ان بلاش تكونوا ضحيه لاي حد، بلاش تعرفوا تخلوا الشخص اللي قدامكم يستغلكم، وبلاش تدوا نفسكم طاقه سلبيه، بلاش تقولوا احنا منحوسين، احنا طاقه سلبيه، احنا، لا، انتوا كده بتدي دفعه ليكم بالسلبيات، فبتتحكم فيكم فبتخليكم تعبانين نفسيا. انتوا لازم تحطوا كده قاعده قدامكم ان انتوا مفيش حد زيكم، وتبدوا بتكونوا انتوا مصدر القوه لنفسكم. طول ما انتوا مصدر القوه لنفسكم طول ما حياتكم هتتغير للافضل باذن الله. وهتقابلوا يعني الفتره الجايه دي هتكون فيها لقاءات كده غريبه وفيها طاقه تانية جديده او امور معينه في حياتكم. اي نعم انتوا مش مرتاحين من كذا ناحيه، بس الحاسه القويه بتاعتكم دي هتهدي نفسكم كده، هتكون طبطبه عليكم. وبخصوص النغزه اللي انتوا حاطين، يعني النغزه اللي هي عندكم دي بتجيلكم من وقت للتاني، ان شاء الله باذن الله من خلال من ورا النغزه دي
ومن ورا الطاقة هيبقى فيه فرصة كده حلوة، هتحسوا قد ايه ان طبطبة ربنا عليكم كبيرة جدا، وهيبقى فيه طاقة تانية مختلفة وطاقة كبيرة بسم الله ما شاء الله عليكم، هتكونوا متألقين وهتكونوا واثقين من كل حاجة في حياتكم. كمان الفترة دي ممكن يكون عندكم اختبار من ربنا، خلوا بالكم انتوا بتمروا بيه، اختبار قوي، اختبار طاقة، اختبار امور، الله اعلم، بس هيكون في طاقة حلوة جدا ومفاجأة انتوا هتفرحوا بيها قوي. كمان بصوا هنا في صفقة او في شراء وبيع، او انتوا داخلين انتوا بتشتروا في العقارات، او في طاقه تانية معينه، بس في زعل جواكم، والزعل ده بيحاول ان هو يعني يتملك فيكم، بس انتم مش هتخلوه يتملك فيكم، ودايما هتظهر القوه اللي عندكم والطاقه الايجابيه. وكمان ربنا هيهون عليكم اللي انتم فيه ده، وهيعدي عليكم اي مرحله صعبه انتم بتمر بيها، ربنا كريم جدا عليكم وهيديكم الدفعه لقدام، وهيخليكم تعرفوا تحققوا النجاح اللي انتم عايزينها. بس انتم التركيز بتاعكم اليومين دول مش معاكم خالص، ما بقاش عندكم تركيز في اي حاجه، ودايما اقول لكم بلاش، يعني حاولوا ان انتم تركزوا، انتم بتنسوا ودايما سرحانين، دايما ما بتفكروش كويس، دايما كده في حاجات غريبه بتحصل لكم، فدايما اقول لكم خلوا اعصابكم هاديه، انتوا اللي فيكم مكفيكم، مش عايزين ضغوط ولا عايزين طاقه سلبيه، لازم تحصنوا نفسكم اول باول، واي حاجه عامله لكم اذى او اي حاجه متحكمه ارموها ورا ظهركم. ليه؟ علشان الفتره اللي جايه دي هي فترتكم انتوا، فتره انتصاركم حتى على نفسكم، وزي ما قلت لكم انتوا من كتر الحسد الشديد الفلوس عندكم متبخره، وعشان كده دايما من اكتر الفترات بتلاقوا مجرد ما بتمسكوا الفلوس بتلاقيها طارت كده في ايه ما تعرفوش، بتفضلوا تسالوا اسئله كتيره جدا، على اتفه الامور بتتعصبوا، على اتفه الامور في مشاكل، ودايما واقفين للوحده بينكم وبين الشريك، وده اكبر خطا، وانا دايما اقول لكم ادوا فرصه للي قدامكم علشان اموركم تتجدد، علشان تطلعوا من اي طاقه سلبيه انتوا ملازماكم، او اي حاجه بمعنى اصح عامله لكم ذبذبه عليكم او ذبذبه في تفكيركم. يا رب استخارتنا النهاردة تكون عجبتكم يا مجموعة رقم واحد، ودلوقتي بقى حان نشوف مجموعة رقم اتنين بالمصحف بتاعهم، وكمان الشمعة بتاعتهم، وبحروفهم اهي. اصحاب مجموعة رقم اتنين هي حروف الطه والظه والعين والغين والفه والكاف والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء، دي اصحاب المجموعة رقم اتنين، هي عشان تشوفوها كويس اصحاب الشمعة الزرقاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، يا رب بارك لنا في ايامنا، بسم الله. سورة يوسف اصحاب المجموعة رقم واحد، طلعت لكم سورة يوسف. طيب سورة يوسف دي بتدل على الاخلاق الكريمة، على الايد الامينة، على ان انتوا دايما اصحاب اخلاق عالية، بس الحظ مش مساعدكم، الحظ يعني مش مديكم اللي انتوا عايزينه، في حاجات واقفة معاكم مش عارفين لحد الان تحققوها، في شوية عقبات بتحاولوا تتخطوهم بقدر المستطاع، لكن انتوا واقفين ومش حاسين باللي بيحصل جنبكم او عندكم، في حاجات ضايعه منكم، في حاجات انتوا عمالين تدوروا عليها، عايزين تكتشفوها، عايزين تشوفوها فين، في امور لحد الان واقفه عندكم، وبتحاولوا بقدر المستطاع ان انتوا تشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. كمان انتوا عندكم ما بين اخوه او ما بين ناس مقربه لقلبكم عداوه، في عداوه، والعداوه دي انتوا مش حابينها، وبتحاولوا ان انتوا تظبطوا اموركم. كمان البعض منكم عايز يشتري عربيه، البعض منكم عايز يشتري شقه، في شراء حاجه الفتره دي، لان الاسم مفتوحه عندكم بشكل كبير جدا. عايزاكم بقدر المستطاع تخلوا بالكم من نفسكم، لان في باب هيتفتح قدامكم من بعد ما دقيتوه كتير، والباب ده كان بقاله مده مغلق، لكن حاليا باذن الله هيكون طريق ايجابي ليكم، وهيكون فرق، ووقت ما هيفتح اتاكدوا ان ده هتكون فتحه خير ليكم، لان انتوا دقيتوا على الباب ده كتير جدا، فحان الوقت ان ربنا يكرمكم من حيث لا تحتسب، ويبشركم بالخير القادم ليكم، لان انتوا شفتوا كتير من اهانه، عندكم حد مخنوق او في سجن او في ضيق، الحد ده نفسيته تعبانه، الحد ده مازال بيعاني، الحد ده هيكون عنده خير الفتره اللي جايه، لانه برضو شاف من الهموم كتير جدا.
انتوا وقع عليكم ظلم من حد ما توقعتوش في يوم من الايام ان الظلم ده يقع عليكم من الشخص ده، شفتوا منه عذاب، شفتوا منه حزن، شفتوا منه غدر، رغم ان انتوا دايما كنتوا كويسين معاه وعمركم ما اذيتوه ولا عملتوا له اي حاجة غلط، لكن هو انسان سلبي، انسان انتوا كنتوا فاكرين ان هو صادق في مشاعره وصادق في كلامه واتجاهكم، لكن هو ضحك عليكم واستغلكم، ودي الحاجة اللي انتوا لحد الان بتدفعوا تمنها، كذب كذب عليكم وانتوا صدقتوها. فياريت تخلوا بالكم من اغراضكم، تخلوا بالكم من حاجاتكم، لان في فتنة عليكم من مرات اخ او مرات عم، واحدة ست عندكم هتجيلكم من وراها فتنة، لان هي مش حباكم خالص وبتكرهكم جدا. فياريت تخلوا بالكم من الناس اللي حواليكم. كمان انتوا عندكم مبلغ من المال هيجيلكم هتشتروا بيه حاجات جديدة، والحاجات الجديدة دي هتنفعوا بيها نفسكم جدا، لان انتوا حاليا في كلام كتير بيدور حواليكم، في مواضيع ما بقتوش تدوها اهتمام، في كلام كمان عندكم الفترة اللي جاية هيبقى في تحسن حلو جدا، لان بالكم مشغول اشد الانشغالات. فحان الوقت ان ربنا يكرمكم من حيث لا تحتسب، وياريت تخلوا بالكم دايما من اللي انتوا فيه، لان اللي انتوا فيه شوية تعب، شوية أمور مش عارفين تستريحوا، لكن الفترة اللي جاية الحظ هيلعب معاكم دور حلو جدا، وهتكون في طاقة جديدة. عايزاكم تخلوا بالكم من أي حد بيدخل حياتكم الفترة دي، علشان لو حد دخل حياتكم مستغلكم بيبقى كذاب مش زي ما هو مبين لكم. كمان انتوا هتبدأوا تطبطبوا على نفسكم تاني، لان انتوا عشتوا فترة من الفترات كنتوا مخلصين جدا لنفسكم وما استفدتوش اي حاجة، ودلوقتي انتوا بتدفعوا التمن. فدايما اقول خلوا بالكم من نفسكم، وحاولوا ان انتوا تبعدوا عن اي حد ممكن يأذيكم او يوزع عليكم طاقة سلبية في حياتكم. اول حاجة، انت حيران اليومين دول رغم ان عندك مكسب حلو جدا، او انت شغال في مشروع وهيبقى في مكسب عالي، في طاقة ايجابية عندك ما شاء الله عليك، في ارض هتنور، بس انت عندك شخصين هنا، شخصين بينك وما بينهم كان علاقة، بينك وما بينهم كان ارتباط، حصل بلوك او حصل انفصال عندك ما بينك وما بين حد من الشخصين دول، او الشخصين اصلا حصل عندكم بلوكات. عندك فلوس او جايلك فلوس، او انت مقدم على شغل فهتكسب منه ارباح حلوه، ممكن كمان الوقت اللي جاي ده حد يرد لك مبلغ من المال كان مستلفه منك، انت عندك مال جايلك، والمال ده هتحسه كده عوض من عند ربنا في الوقت المناسب باذن الله. عندك حد هنا عندك حد في حياتك بيعدي بازمات، او انت شخصيا بتعدي بازمات، لكن عندك انفراجه حلوه جدا، والانفراجه دي هتحسن حالتك النفسيه الفتره اللي جايه، وعشان كده انت مركز جدا على الهدف. عندكم مرات اخ مش حابتكم بالخير، بتتفق عليكم للاذى، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا. عندك مفاجاه هتحصل، المفاجاه دي هتكون حلوه جدا، او في نفس الوقت ممكن تكون انت كنت بتحضروا لها بقالكم مده، بس حس العراقيل، حس شويه مشاكل، شويه ضغوط، فالوقت ده مناسب جدا ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك من حيث لا تحتسب، بس خلي بالك كويس جدا من كل الناس اللي حواليك. عندك تفكير رهيب جدا الفتره دي، مفيش نوم خالص، انتوا ما بتناموش اصلا، عندكم شويه تعب في المعده، شويه تعب جسديا، انتوا يعني انتوا طيبين جدا، دايما بتحكموا بالعداله، دايما اشخاص متفوقين جدا في كلمه الحق، بس انتوا عملتوا عمليه او ناويين تعملوا عمليه او حاطين عمليه معينه في دماغكم الله اعلم، بس ما تخافوش، انتوا لو هتعملوا عمليه فهتعملوها ان شاء الله باذن الله، مفيش الم، مفيش وجع زي ما انتوا فاكرين وحاطين في بالكم الاوهام الكتيره جدا. المناعة عندكم ضعيفة الفترة دي، فلازم تركزوا كويس جدا ان انتوا تهتموا بصحتكم زيادة عن اللزوم، علشان خاطر انتوا اللي مناعتكم في النازل، وطول ما مناعتكم في النازل الوضع اللي انتوا فيه ده ما ينفعش خالص. عندكم كمان هنا خير، والخير ده جاي لكم حلو جدا، بس انصحكم دايما ان انتوا ما تتكلموش عن اي حاجة تخص حياتكم الشخصية، اذا كان خير، اذا كان مال، اذا كان حد، زي ما يكون ما تحكوش، علشان الكلام الكتير بيرجعكم لورا، وفعلا انتوا بتعانوا من الحسد الشديد. الحسد الشديد ده هو خليكم دايما عندكم وجع في الكتف وفي المعدة، ودايما
التفكير كتير جدا، حتى معدل النوم بتاع صحتكم بدأ يقل، وعصبية وواضح جدا على شكلكم. فلازم ان انتوا تهتموا بصحتكم الفترة دي، وتخلوا بالكم من الوجع اللي بيجي لكم فجأة، والنغزة والدوخة اللي بيجي لكم. بسم الله ما شاء الله عليكم هنا، رغم ان ظهر لكم حسد شديد، بس هتكونوا متفوقين وهتعدوا الايام دي على خير. عندك هنا فرحة خلال الايام اللي جاية انت منتظرها، في شخص كمان بيحبك جدا هيعترف لك بالحب ده، وممكن كمان من بعد الطاقة اللي انت هتاخدها ممكن تقرر تسافر، تقرر ان انت تشوف الحياة بشكل مختلف. عندك شوية ضغوط على العمل، او ضغوط في العمل، ضغوط في الحياة عندك معينة الله اعلم. عندك هنا شوية كلام في العاطفة، شوية امور في العاطفة، شوية حاجات تخص العاطفة عندك، لكن الوضع اللي انت فيه ده هتكون فيه طاقة ايجابية وفيه تفوق. البعض منكم هنا عنده كده الحاسة السادسة العالية، اللي بيحس بكل حاجة بتحصل او بيربط الاحداث ببعضها، فبيطلع له نتيجة مذهلة. فكمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم نور من بعد الظلمة، وفي نفس الوقت ممكن يكون في مكالمة تليفون جميلة، ففيها تعويض، فيها خروج، فيها اثبات وجود، هتطلع من اللي انتوا فيه. ممكن يبقى في طاقة حلوة، فراق حلو الله اعلم، وزي ما قلت لكم هيبقى في عزومة حلوة، وهيبقى في طاقة حلوة جدا هتفرحكم. كمان انتوا الفترة دي حرفيا ماشيين بالتوازن. اي نعم الفترة اللي فاتت ما كانش فيه توازن عندكم في حياتكم خالص، بس الفترة دي انتوا قلتوا احنا لازم نكون عندنا توازن في كل حاجة في حياتنا، ولازم نقدر ان احنا نصلح اخطائنا اللي احنا بنخطئها. وزي ما قلت لكم عندكم مرات الاخ او وطرف تاني بيتدخل في خصوصياتكم، عشان كده عامل لكم طاقة سلبية والحزن اللي انتوا فيه ده. كمان من فترة او من مدة معينة دخل شخص حياتكم، الشخص ده كان كله سم، ربنا خرجكم من حياته وطلعتوه بره، وانتوا فاكرين ان انتوا يعني كان مكسب ليكم، بالعكس ده كان خسارة كبيرة جدا، وكان كله اذى وكله سم. فالحمد لله ان ربنا بيحبكم وطلعوا من حياتكم. الفترة دي انتوا محتاجين الاحتواء، محتاجين الحب، محتاجين اي حد يطبطب عليكم، مبقاش عندكم طاقة للاستغلال، مبقاش عندكم طاقة ان حد يتدخل في حياتكم ويظلمكم. فبسم الله ما شاء الله عليكم عندكم بداية جديدة، والبداية الجديدة دي هتكون في اكتر من موضوع، بس ما تقلقوش، النقلة اللي انتوا حاطينها في دماغكم اذا كانت من العاطفة او اذا كانت في الماديات هتحصل لكم الفترة اللي جاية، وهيبقى في طاقة إيجابية. بس يعني انتوا شاغلين بالكم في او شاغلين تفكيركم ورسمين حاجة معينة في حياتكم، بلاش التجربة، علشان خاطر انتوا عندكم مهارات حلوة، عندكم تجارب في الفترة اللي جاية هتكون جميلة وهتكون مفيدة ليكم. بس دايما انصحكم ان انتوا صفحة الماضي تقفلوها من ورا ظهركم، علشان خاطر لو الشخصين دول عايزين يستفزوكم او زي ما يكون انتوا مشاعركم ما تتجرحش، او تبقى في علاقة فيها توتر عندكم في حياتكم. والرسالة اللي هتجيلكم الرسالة دي هتكون منصب حلو ليكم، ان انتوا هتحضروا مناسبة حلوة، ومن ما بعدها ممكن تتخلصوا من حاجات عامله لكم اذى، او حاجات بمعنى اصح كاتمه نفسكم. عندك هنا حاجات، الحاجات المعينه دي يعني راحت بعيد عنكم، انتوا جواكم حزن، جواكم ظلم، جواكم كسر القلب اكتر من مره، ودايما انتوا بتعرفوا جدا تسحبوا الطاقات السلبيه من الاخرين، فعشان كده عندكم حزن جوه قلبكم من اقرب الناس ليكم. كمان في ناس هنا هتكتشفوها على حقيقتها وهترموها بره حياتكم من غير ما هتزعلوا عليها. ليه؟ علشان هيكون له خروج من الحاله السيئه اللي انتوا فيها للافضل باذن الله، والحاله المزاجيه عندكم هتتحسن، وهيبقى عندكم مشاريع جديده او قرارات ناجحه او حاجات ناجحه. كمان انتوا هنا عندكم حماس حلو جدا، او عندكم طاقه ايجابيه. كل المشاكل اللي عندكم دي ان هيبقى فيها انفراجات حلوه، علشان الحس السادس عندكم عاليه ودقيقه جدا، وعشان كده انتوا شغالين على تحقيق الامنيه بتاعتكم، او بمعنى صح على الطاقه الايجابيه. البعض منكم مركز في الحياه العاطفيه، البعض منكم مركز في المشاريع اللي هو داخل فيها، البعض منكم مستني، البعض منكم الله اعلم. ثقتكم في نفسكم دايما بتشجعكم، ثقتكم بنفسكم دايما بتخليكم مميزين، دايما بتخليكم عارفين كل حاجه هتبداوا ازاي وهتاخدوا ازاي. فتخلوا بالكم كويس جدا من اي طاقه سلبيه او من اي عراقيل. لو انتوا متجوزين فانتوا عندكم شويه عراقيل في الحمل، او عندكم مشاكل مع الاطفال كتير جدا، فلازم تحصنوا نفسكم اول باول. في خوف انتوا خايفين، او حد خايف، انتوا في خوف عندكم الله اعلم، بس انتوا خايفين. وخلوا بالكم انتوا عندكم يعني القولون العصبي عندكم في مشاكل، يعني في طاقة في المشاكل. اي نعم الفترة دي الرزق بتاعكم واقف،
دايما بتشتكوا من رجليكم بسبب المشي الكتير، بسبب الجري، بسبب لعبكم، الله اعلم، بس دايما في شكوى من رجليكم بطريقه كبيره جدا. فطول ما انتوا اعصابكم هاديه الفتره اللي جايه هيبقى في طاقه ايجابيه وهيبقى في اخبار حلوه انتوا هتسمعوها باذن الله. وزي ما قلت لكم السفر ده هيكون مغري جدا وهيفرحكم قوي وهتكونوا مبسوطين جدا. مين الشخص اللي عندكم متعدد العلاقات او متعدد ان هو دايما في علاقه، دايما بيحب العلاقات الكتير؟ هنا في استقرار عندكم في حياتكم العاطفية، بينكم وبين الأم أو الحما أو ست كبيرة عندكم مشاكل، دايما ضغوط، دايما طاقات سلبية، دايما يعني خوف، دايما في حالة من التوتر. الفترة دي انتوا بتعانوا من حالة الغموض مع حد معين، بس عندكم اكتشاف أقدام جديدة في حياتكم. وخلوا بالكم انتوا حاطين عينكم على حاجة معينة، مركز معين، طاقة معينة، حاجة معينة هتحصلوا عليها علشان انتوا ضغطتوا من كل الاتجاهات، فحان الوقت ان انتوا تغيروا الحاجة المعينة اللي عندكم. وهيبقى في زيادة حلوة جدا في الراتب بتاعكم، وهيبقى حاجات امور. انتوا دايما بتحلموا بالاحلام اللي بتديكم الرزق او بتديكم دفعة لقدام، وبالفعل ده اللي ظهر لكم الفترة دي. هتطلعوا من حالة القلق وحالة التوتر، وان شاء الله باذن الله هيكون احسن خبر هتسمعوه الفترة اللي جاية هو الخبر اللي انتوا مستنيينه وحاطينه في بالكم. كمان انتوا هنا محتاجين ترتاحوا شوية، محتاجين ان انتوا تهدوا اعصابكم علشان خاطر انتوا زعلانين قوي على نفسكم بسبب اللي بيحصل ورا بعضه. عندكم ميزة يعني انتوا مميزين جدا ان انتوا تكونوا اشخاص متألقين، فانتوا داخلين على ايام جميلة باذن الله وعلى حاجات حلوة جدا. وزي ما قلت لكم انتوا يعني ما بتحبوش تزعلوا حد منكم، ما بتحبوش انه تشوفوا حد حزين، حد محتاج حاجه وتسكتوا، بس انتوا عليكم ديون ومحدش حاسس بيكم، عليكم مشاكل وبرضه محدش حاسس بيكم، انتوا بتطبطبوا على كل الناس بس انتوا لقيتوا اللي طبطب عليكم لا، وعشان كده عندكم كذا حاجه اذيكم. عندكم كمان خروج من المحنه اللي انتوا بتمروا بيها، العين اللي عليكم دي اللي مأثرة عليكم هي اللي عاملة لكم وجع القلب. انتوا عندكم هنا حد بتقولوا عليه حسبنا الله ونعم الوكيل اذاني، عندكم حد بيحبكم جدا وبيحب يطبطب عليكم بس انتم مش مقدرين او مش حاسين او في مشاكل الله اعلم، بس انتوا الفترة اللي جاية دي باذن الله هيكون في طاقة ايجابية. وممكن البعض منكم يكون عنده رجوع من سفر، عنده لقاء حلو جدا مع ناس هو بيحبها وهيبقى في قعدة لطيفة، بس انتوا بعيدوا الطاقات السلبية عن حياتكم عشان الطاقة السلبية لما بتتوزع عليكم بتديكم كسرة القلب اللي في حياتكم. رقم 9 ده مميز جدا بالنسبة لكم، او بيديكم طاقة كده ايجابية، بيديكم فرحة طوال انتظارها. اي نعم انتوا بالكم مشغول بكذا حاجة بس عندكم طاقة ايجابية. خلوا بالكم كمان ان انتوا هنا في موضوع حاطينه في بالكم وعمالين ترسموا عليه خطط، في حاجة اتسرقت من عندكم او في حاجة ضاعت من عندكم والحاجة دي كانت قدام عينيكم، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا. عندكم هنا حرف الالف، حرف الراء، حرف الجيم، حرف الواو، الحروف دي موجودة في حياتكم، في بينكم طاقة، بينكم حاجة الله اعلم. الفرحة اللي انتم مستنيينها هتحصلوا عليها فما تقلقوش خالص. والناس اللي بتقول لو انا ما عنديش مرات اخ فهي تنطبق الكلام على السلف او بمعنى اصح على حد خبيث في حياتكم، فياريت تخلوا بالكم من المعاملة مع الاخرين وتكونوا حريصين كده في التعامل بينكم وما بين حد. وزي ما قلت لكم انتم عندكم التهابات في القولون، عندكم عصبيه زايده والقولون عندكم مرتفع جدا. في حد عندكم متوفى والحد المتوفى ده تقدروا تقولوا كده خط قطعه من قلبكم ومش قادرين حتى تتنفسوا. عندكم بيع وشراء او عندكم عقارات الفتره اللي جايه، ويبقى في شغل، هيبقى في لقاءات الله اعلم، انتوا هتمسكوا فلوس حلوه. خلوا بالكم كمان ان انتم هتكونوا في قعده بعد كام يوم وهتقعدوا وهتقولوا اللي عندكم، هيبقى في كلام حلو، هيبقى في طاقه تانية، هيبقى في امور هتجددوا فيها او هيبقى في حاجات انتوا هتستقروا فيها الفتره اللي جايه. طاقتكم مفتوحه، طاقتكم عامه، وهيبقى في تغيرات حلوه او طاقه ايجابيه. مين الشخص اللي طيب عندكم؟ يعني حد طيب جدا، حد بيحب يساعدكم، حد بيحب يقف معاكم، حد بيحب ان هو يعني حد كده بيحبك فعلا، بيحبكم ويحب يطبطب عليكم، بس انتم مش عارفين تتعاملوا مع بعض الاشخاص. الفرحة اللي عندكم دي
إيه هتتحضر لكم وهتكون لكم مناسبة جدا. في شخص عندكم خانكم، والشخص اللي خانكم ده هيموت ويرجع لكم، بس انتوا قفلتوا كل البيبان اتجاهه وقلتوا احنا مش ع... يعني احنا مش عايزينك في حياتنا، انت ظلمتنا وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك. وعشان كده انتوا بتستعيدوا لنشاطكم، بتستعيدوا ان انتوا تشوفوا الترقية اللي مكتوبة لكم والزيادة زي ما قلت لكم في الدخل عندكم. فبسم الله ما شاء الله عليكم، وشكم حتى هينور من بعد ما هتحسوا قد ايه طبطبة ربنا كانت عليكم كبيرة، او الطاقة الحلوة اللي انتم مستنيينها. عندكم كمان هنا دعم على كذا اصعد في حياتكم، وهيبقى في حاجات انتم هيبقى من بعدها بداية جديدة، وهتسمعوا اجمل خبر انتم رسمينه في بالكم. انتم هنا مستنيين كذا حاجة، عندكم طاقة انتظار رهيبة. طاقة الانتظار دي هتخليكم تكتموا على خصوصياتكم، وهتخليكم تستغنوا عن اي حد ممكن يعكر مزاجكم حتى لو بالغلط، وهتعملوا حاجات كتيرة جدا مختلفة. وفي نفس الوقت انتم هنا فرحانين جدا بحظكم، انه بدأتوا تشوفوا سعادتكم، بدأتوا تشتغلوا، بدأتوا تعفروا، بدأتوا تنجحوا، بدأتوا ان انتوا يكون عندكم لقاءات، عندكم حاجة جديدة. البعض منكم هنا شاغل باله بحاجات تانية، البعض منكم عايز يطلع صدقة جارية، البعض منكم عايز يطلع حاجة على روح حد الله أعلم، عايزين تعملوا كذا حاجة. دايما أقول لكم ما تخلوش أي حد يتدخل في خططكم، ما تخلوش أي حد يديكم حتى لو حاجة بسيطة. ليه؟ علشان الحد ده بيجي بعد كده ويقول لك أنا ساعدتك وأنا عملت وأنا، فأنت مش حابب الموضوع خالص. كمان أنتوا هنا عندكم مشاكل تخص عربية، أو عندكم حد معاه عربية فعنده مشاكل، مستنيين رخصة تطلع، الله أعلم، في مشاكل تخص عربية، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا من أي حاجة عندكم أزيكم. كمان البعض منكم قطع علاقاته مع اشخاص وخلاص، قالوا خلاص احنا مش عايزين الاشخاص دول في حياتنا، رموهم بره. وبالفعل ده اللي واضح جدا عليكم. كان في صاحبه، الصاحبه دي انتوا كنتوا بتعشقوها قوي، ما توقعتوش ابدا ان هي كانت سبب في المشاكل الاسريه عندكم، او بمعنى صح كانت هي سبب او ليها يد ان حياتكم يبقى فيها اذى ويبقى فيها ظلم من كل اتجاه. فاقدر ابشركم باستقرار عاطفي بشكل كبير جدا الفتره دي. اي نعم انتوا بتعانوا من حاجات كتير جدا، بس عندكم اساسيات مستحيل تتخلوا عنها. عندكم حد من ابراج هوائيه، الحد ده بيحبكم من طرف واحد، وانتم عايز مش عارفين تتعاملوا معاه ازاي. كمان انتم ممكن تكونوا عندكم حيره في شخصين، حيره في قرارين، حيره في حاجتين معينين حاطينهم في بالكم، فعندكم حنين لشخص او لقاء بشخص او حاجه تخص العاطفه بشخص في حياتكم، الله اعلم. بس انتوا كده عندكم طاقه او عندكم حاجه معينه تخص العاطفه، الفرق العاطفه يعني حياتكم العاطفيه مستنيينها بقدر المستطاع ان حياتكم تنجح. امورك المهنيه او الدراسيه انتوا شغالين عليها، وبتحاولوا تدوا نفسكم اكبر اهتمام علشان تطلعوا من اللي انتوا فيه بكل الطرق، وبالفعل شغالين على نفسكم بقدر المستطاع علشان الطاقه بتاعتكم مفتوحه وجميله، وهيحصل اللي انتوا عايزينه مادام ما انتوا متألقين. ليه؟ علشان النجم بتاعكم هيكون في السماء، ومعنى النجم في السماء هيكون منور، وده بيدل ان انتوا لازم الفترة دي تكونوا اصحاب قرارات حاسمة، وتكونوا اصحاب اشخاص مميزين، والخلاف اللي بينكم وبين حد ده هيتحل في الوقت المناسب، عشان عندكم خلاف بينكم وبين اسرة، خلاف بينكم وبين حد معين، الله اعلم. اي نعم انتوا اليومين دول ما عندكمش صبر، العصبية يعني خلياكم مش عارفين تفكروا، بس عندكم حاجة ناجحة، حاجة جديدة، حاجة هتديكم دفعة لقدام ان انتوا تنجحوا وان انتوا تعفروا وان انتوا تبصوا للهدف بتاعكم، علشان خاطر انتوا حاسين ان انتوا تعبتوا، حاسين ان انتوا اتظلمتوا، حاسين ان انتوا اتقفل عليكم اكتر من باب في حياتكم، وما لقيتوش اللي يقف معاكم او بمعنى صح اللي يساعدكم في اي حاجة. فانتوا مقررين تنجحوا، قررتوا ان انتوا تشوفوا ايه اللي محتاجينه في حياتكم وتشتغلوا عليه. كرهتوا الطاقات السلبية، كرهتوا النفاق، كرهتوا الخداع، كرهتوا الذل، كرهتوا حاجات كتيرة جدا موجودة في حياتكم بسبب الاشخاص اللي كانت دايما بتعرف فعلا تستغلكم، والاشخاص اللي كانت دايما بتعرف ان هي تديكم دفعة لقدام. من كتر التعب زي ما قلت لكم اللي باين عليكم، بدأتوا تفقدوا ثقتكم في ناس كتيرة جدا كانت بتاكل وتشرب معاكم. الناس دي انتوا قلتوا خلاص احنا ما عدناش عايزين نتكلم معاها، ولا عايزين حتى نفتح معاها موضوع نشوفهم اي حاجة، يعني انتوا فعلا الاشخاص دول خلاص
طردتوهم طرد كده في حياتكم، ودلوقتي بدأتوا تسكتوا لوحدكم وتقعدوا لوحدكم، فإن شاء الله بإذن الله فرحة، وهيبقى في علاج للطبيعة بتاعتكم اللي مأذياكم وعاملة لكم العراقيل اللي انتوا بتمروا بيها او الطاقة السلبية اللي في حياتكم. كمان انتوا هنا عندكم اشارة حلوة جدا، الاشارة دي هيكون وراها فرح او فرج كبير، وهيبقى في امور هنا هتجددوا فيها، او هيبقى في حياة جميلة هتخليكم تطلعوا من الالم اللي انتوا عايشينه والطاقة اللي انتوا ملازماكم. وخلي بالكم ان انتوا الفترة دي رغم ما كانت صعبة، بس رغم ما كانت هتفتح ليكم بيبان جديدة. كمان اقدر ابشركم بتواصل مع حد، هيبقى في تواصل من جميع النواحي، وهيبقى في امر تعبكم جدا، بس من ورا الامر ده هتجيلكم رسالة حلوة او حلم حلو او علامة حلوة، الله اعلم، هتغير بمعنى اصح تفكيركم. وانا دايما اقول لكم الماضي مأثر عليكم، فلازم ترموا الماضي ورا ظهركم وما تبصوش ليه. ليه؟ علشان انتوا كل ما بتبصوا على الماضي كل ما انتوا بتتأذوا، وكل ما انتوا بتتعبوا، كل ما انتوا بيبقى عندكم طاقات كتيرة جدا اذيكم. ففي عندكم حد بيغير منكم، حد بيأذيكم، حد ان هو بيطعن فيكم بكل الطرق، فلازم تخلوا اعصابكم هادية الفترة دي علشان انتوا زي ما قلت لكم في حيرة. كمان انتوا هنا ربنا نجاكم من عطفه عليكم ومن كرمه، من حد كان عايز يسرقكم ويسرق منكم حاجات كتيره جدا، ومن كتر ما انتوا قلبكم ابيض ومن حياتكم نظيفه ودايما بتتعاملوا بحسن نيه، فربنا نجاكم وخرجوا او طردهم بره حياتكم. فان شاء الله باذن الله بدايه القلق اللي عندكم والمشاكل والتوتر ده والكسل او الخمول او الاحباط او الاكتئاب زي ما يكون اللي عندكم، باذن الله بفضل ربنا راحتكم النفسيه هتتحسن مع تحقيق الحلم. الايام اللي جايه هيبقى في تغيير في حياتكم الماديه وهيبقى للاحسن، خلي بالكم. كمان هيبقى وضعكم في قمه الازدهار، والهم اللي انتوا شايلينه ده هيبقى في طاقه تانيه خالص. كمان اقدر اقول لكم انتوا محتاجين اللي يطبطب عليكم، وبالفعل في طبطبه عليكم، وفي فرحه كبيره جدا من بعد القلق ومن بعد الخذلان اللي انتوا عشتوه، او من بعد الظلم اللي اخد في حياتكم زياده عن اللزوم. كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم امنيه جميله هتتحقق عندكم، وكمان انتوا دايما بتكونوا مميزين ان انتوا تعملوا حاجات مميزه، حاجات بعيده عن اي حد، فما تقلقوش خالص من اي اذى واقع عليكم او من اي حيره انتوا محطوطين فيها. ربنا كريم عليكم وهيبشركم باللي انتوا محتاجينه في الوقت المناسب، بس بلاش ان انتوا تضغطوا على نفسكم. عندكم شخص اتكلم عليكم والشخص ده جاب سيرتكم في طاقه سلبيه، او بمعنى اصح اتكلم عليكم في حاجات ما ينفعش يتكلم عليها واتحاسبنتوا فيه. وبكده احنا نكون خلصنا قراءتكم النهارده يا اصحاب المجموعه رقم 2. يلا التحدي ينزل ما بين اصحاب المجموعه رقم 1 والمجموعه رقم 2، وقولي لي اكتر قراءه عجبتكم النهارده معايا.